وظيفتك سيدي. شكرا دينيس. عذرا. هل أقوى على النسيان؟ شكرا يا صاح. ما الأمر برجر؟ ماذا تفعله هنا؟ أقصد المحطة لرؤية زبون دائم. وهل عاد كلافو إلى هدوءه؟ تعرفين ماذا حسبت؟ وأجهل تماما لماذا يكرهني؟ مستاء بعض الشيء. مستاء؟ نعم، كونه معجبا بك وتتجاهلين وجوده. أجد الآن؟ لا شك أنك تمزح. الفتى النحيل الصغير، أنا أكبر منه سنا. اسمع، انصحه بأن ينسف حبه لي، سيبقى دائما من طرف واحد. طبعا، أنت أميرة. اسمعي، أنصحك بالانصراف لعملك. انصرف لعملك، ربما خف وزنك. هيا. أنت مجددا؟ أنا أراك أكثر مما أرى عائلتي. ألا تذكرني؟ هيا، ألا تذكر؟ الصبية التي أنصفتها من يدي نجل النحيل في تلك الحالة في جدة فينيس. الآن سوف تذكرني خورخي لويس. صحيح حالكم. أتجرب حظك؟ الورقة السابقة لم تربح. لدي شعور بأنك ستربح هذه المرة. لا لا أحب اليانصيب. طبعا، ولم تحبه؟ فأنت غني. أتسكن في الجوار؟ نعم، أسكن في هذا الحي. طيب أيها السيد، هيا ولا تكون فظا معي. على الأقل تشتري مني ورقتين. آسف، الوقت لا يتسع لأفعلك. تسع في بعد يا رجل. أراك. كذا يذهبني. هذا موافقا. أعجبا، الشاب وسيم وأنيق جدا. حتما سأواظب على التردد إلى هنا لكي أراه دائما. ولكن لا يجب أن أفكر بعملي أولا. هل ستصلين إلى قلب خورخي لويس؟ طبعا. سترين، سترين. ها وأتى. نعم، ها هو. أتمنى لك التوفيق. هيا بي. مرحبا. مرحبا. لا تقل نسيت موضوع السهرة. لا طبعا لا. ستكون ممتعة جدا. متى تمر بي؟ أتناسبك التاسعة؟ جدا، تجدني في المنزل. لا تجعلني أنتظر. طبعا طبعا عادي. إذا أراك غدا. المرأة التي تضربني لم تخلق بعد. خذ. إلى أين تمضي؟ تحب ضرب النساء؟ ها؟ هي التي ضربتني أولا. أحسن أن ارحل من هنا. تعلم احترام النساء. أليس لك أخت؟ ولكن ليس من صنف هذه الوقحة. هيا ارحل، ارحل. ليتني أحظى بصديق مثله. أنا الفتاة التي أنقذتها من يدي ذلك النزل في تلك الحالة في جدة فين. ما
ماريا مرسيدس، ماريا مرسيدس، انتظري يا ابنتي، اريد محادثتك. يا مرسيدس بحسل بير الاشتاق دمي فاميليا من كارغو جو مي مادر نو مستبندو نو بوركي مي بادر. لكني مستعجلة كما ترين. لا 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 تهربي، ماذا تريدين مني؟ أخذي إلى الإصلاحية؟ لا أبدا، أتقبلين دعوتي إلى فنجان قهوة؟ أنا؟ نعم، فرصة للتحادث. لن تقبض علي؟ لا بالعكس، أحمل أخبارا سارة. اتفقنا؟ اتفقنا. أودران سيد سانتياغو، سيد سانتياغو، هل أحضر الطعام؟ سيدي، سيد سانتياغو، سيدي، ما بك سيد سانتياغو؟ ما بك سيد سانتياغو؟ إذا برئت شقيقتي أخيرا؟ أجل ماريا مرسيدس. إذا ولماذا تترسلونها إلى الإصلاحية؟ إنها إجراءات شكلية. المديرة تريد التحدث إليها وأيضا إلى أبيك. اسمعي، أظن تلك المديرة تدبر خدعة للقبض على شقيقتي. لا أبدا، روزاريو حرة، ساعديها لتتحسن وإلا سوف تنحرف أختك مرة ثانية. متى؟ ألا ترتكب جنحة أخرى. ها؟ يمكنك أن تطمئني، سأعتني بها وأراقبها علما أنها بريئة ولم تسرق شيئا. الفرصة زائعة، إنها فتاة طيبة والواقع أن الناس أراد أن يستغلها. في أي حال اعتني بها وساعديها لإنقاذ مستقبلها. كيف تشعر سيدي؟ أحسن. أخفتني، ظننتك كلها، ظننتني مت. أنت أيضا تريدني ميتا كورديليو؟ سيد سانتياغو لماذا تقول هذا؟ وما الداعي لأتمنى موتك؟ أعرف كورديليو، لا داعي. اهدأ الآن، مجرد إغماء بسيطة ليست الأولى، أقدر اهتمامك. أجاد أنت أن تسخر مني سيد سانتياغو؟ جاد كورديليو، أنت الإنسان الوحيد الذي لا أعتبره عدوي هنا، ولا أقول إنك صديقي. لا، كيف أكون صديقك سيدي وأنا خادمك الأمين وأفخر بذلك؟ لا داعي للتزلف الآن كورديليو.